هتفضل واقف كده كتير؟ أنا آسف. اتفضل يا فندم. ايه يا ابني المدخله اللي انت عايش فيها دي؟ مستحمل الدخان ده كله ازاي؟ خايف لو تفضل قاعد في البيت وما تحضرش جنازة حازم. كانش ينفع يا فندم. حازم كان صاحب عمري زي اخويا. انا كنت بعتبره زي صلاح اخويا الله يرحمه. الله يرحمه. انا لو كنت خلفت ما كنتش احب ولادي زي ما بحبكم. البواب بيقول ان الجوابات والايصالات دي في منها اللي بقاله اسبوعين بقاله شهرين. الراجل خايف يكلمك عشان يديهم لك. انا مش طول عليك بس عايز اقول لك يعني اخرج شوف الدنيا كده يعني مفيش بني ادم يقدر يعيش لوحده. الحزن مش هيرجع اللي فات. انت وحازم وصلاح كنتوا ولادي. حازم وصلاح خلاص راحوا. مش عايز افقدك انت كمان. ها يبقى رد على موبايلك. سلام.